باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اقول تامل نمشي بيه واحنا مروحين كده. احنا يمكن الفيديو الاخير فكرنا باخواتنا اللي شهد المسيح. شهد المسيح بدمه. كل واحد مننا مفروض يبقى شاهد لربنا. ربنا قال وتكونون لي شهودا في اورشليم واليهوديه والسامره والى اقصى الارض. السؤال اللي انت مفروض تساله لنفسك وانا اساله لنفسي، كيف اشهد للمسيح؟ طرق الشهاده للمسيح كتيره، اعلاها هي شهاده الدم. يعني ال21 واحد دولت اثروا في كل العالم، ما تكلموش، ما وعظوش، ما كتبوش كتب، انما شهاده الدم دي اثرت في العالم كله. دي اعلى انواع الشهاده، وكلمه شهيد يعني يشهد، يشهد، فده بيشهد بدمه. إنما في شهادة الكلمة، إنك ممكن تشهد لربنا بالكلمة. في شهادة العمل، إنك ممكن تشهد لربنا بأعمالك. في شهادة الخدمة، إنك ممكن تشهد لربنا إنك تخدم الآخرين. زي ما السيد المسيح قال كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فرويتموني، إلى آخره. في شهادة المحبة والشركة، لما الناس يشوفونا بنحب بعض يقولوا المجموعة دي مختلفة، مختلفة، فبنشهد للمسيح على وسطنا زي الكنيسة الأولى. ويقولك وكان الله يضم للكنيسة كل يوم الذين يخلصون. كان كده زي نواة مختلف عن بقية العالم، فكل الناس بينضموا من بره، ينضموا للمجموعة دي. يوم 50 آمن 3000، بعدها بإصحاح ولا اتنين يقولك بقوا 5000. إزاي العدد كبر؟ دي شهادة. آخر حاجة إن إحنا نشهد لربنا بالصلاة، إن إحنا نصلي من أجل العالم. الكنيسة دي ربنا لما نقول كلنا كلنا ملوك وكهنة، الكهنوت هنا هو الكهنوت العام، إن إحنا بنصلي من أجل العالم، بنشفع في العالم، إن ربنا بنعمته يخلص العالم. فأنت لازم تشهد لربنا بأكتر من طريقة، بالكلمة لو متاحة، بالسلوك لأن احنا نور العالم وملح الأرض، بالخدمة نخدم الكل، بحياة الشركة والحب اللي بيننا ما بين بعض، وبحياة الصلاة. وإن ربنا سمح لحد مننا إن يشهد باحتمال الصليب أو حمل الصليب أو حتى بسفك الدم، نبقى فرحانين إن ربنا أعطانا هذه الكرامة وهذه الشهادة. عايز أترككم على الفكر ده، كيف تشهد للمسيح في حياتك؟ تكونون لي شهودا في أورشليم اليهودية السامرة وإلى أقصى الأرض. لإلهنا المجد الدائم للأبد. أمين. اتفضلوا نصلي أخير.